يتوجب على طفلك الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد وكل يوم. هذا القانون. الطلبة الذين يفقدون الدرس غالباً ما يتراجع مستواهم بسرعة ويواجهون صعوبة في اللحاق في تعويض ما فاتهم. تتساءل حول كيفية الذهاب إلى المدرسة؟ بإمكان طفلك الذهاب ماشياً إلى المدرسة، ويمكنكم أيضاً إيصالهم بالسيارة أو ترتيب نقلهم مع أسرة أخرى. نحن أيضاً يمكننا أن نساعدك في الحصول على بطاقات النقل العام في الحافلات لطفلك. نحن نقدم النقل في الحافلات لطلبة التعليم الخاص. متى ينبغي على طفلك عدم الذهاب إلى المدرسة؟ إذا كان لدى طفلك حمى، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، تقيؤ أو أعراض حادة أخرى، طفلك مريض جداً ولا يستطيع الذهاب إلى المدرسة، أسباب أخرى تعتبر غياب عذر وتشمل حالة وفاة لأحد أفراد العائلة، مواعيد طبيب، أعياد واحتفالات دينية أو حضور في المحكمة. تذكر دائماً في الاتصال بالمدرسة لغرض الإبلاغ عن الغيابات. يسمح إلى أولياء الأمور بالحصول على 10 أيام دون الحاجة إلى تقديم تبرير للمرض من قبل طبيب أو موظف طبي بعد ذلك. سوف يتوجب عليكم الحصول على ورقة إذن من الطبيب.